ردود حزب الله خجولة أمام ما لديه من ترسانة عسكرية. لم يخرج الحزب أيا من صواريخه المتقدمة في مواجهته مع إسرائيل، فمثلا لديه صواريخ موجهة دقيقة كهذا صاروخ فاتح 110 يبلغ مداه 300 كيلومتر. أحد الأسباب وأهمها لعدم استخدام مثل هذا الصاروخ طبعا وغيره حتى الآن هو إيران، فوفق صحيفة تلغراف إيران تعمل على كبح جماح حزب الله، فكلما أطلق الحزب مزيدا من الصواريخ تآكلت قوة الردع الإيرانية في حال هجمت إسرائيل برنامج إيران النووي. لحزب الله أيضا أسباب داخلية وأخرى تجعله في صورة المتردد في استخدام ترسانته وفق الصحيفة. أيضا أسباب تتعلق بمخاوف الحزب من الانجرار إلى حرب شاملة وطويلة، وهذا ما لا يريده الرأي العام اللبناني. طبقا للتقرير أيضا حزب الله يفضل إشراك إسرائيل في صراع أطول منخفض المستوى، معتقدا بذلك أنه يستنزف إسرائيل عسكريا بدلا من الدخول في حرب واسعة لا يقوى على مواجهتها.